نستخدم البيانات وننتجها طوال الوقت، واليوم أكثر من أي وقت مضى تحتل البيانات كل جانب من جوانب حياتنا. لكن هذه البيانات أكثر من مجرد أعداد وأرقام. تجمع حكوماتنا كميات هائلة من البيانات للاستعانة بها في اتخاذ قرارات تؤثر تأثيراً مباشراً في حق الشخص، في الرعاية الصحية والتعليم والمياه النظيفة والصرف الصحي والسكن اللائق والأمن الغذائي والعمل والوصول إلى الأرض. غالباً ما تقدم البيانات على أنها موضوعية ومحايدة، لكنها سياسية في جوهرها. يتطلب جمع البيانات تحديد الخيارات بشأن من وما الذي ينبغي احتسابه وكيفية استخدام البيانات. وعادة لا يشارك أولئك الذين يتعرضون للظلم والتمييز والإفقار في هذه القرارات، وبهذه الطريقة يصبحون غير مرئيين ومستبعدين. يحدث الاستبعاد من البيانات بطرق عدة، في الخيارات بشأن من وما الذي يحتسب. مثلاً عند استبعاد الحكومات بعض المجموعات كسكان المستوطنات العشوائية لدى جمع بيانات رسمية، أو عندما تصف البيانات بأنها متحيزة لأنها جمعت من قبل أولئك الذين يتعرضون للظلم، وتعتمد في الوقت عينه على البيانات التجارية التي تجمعها شركات التكنولوجيا الضخمة، أو عندما لا تجمع الحكومات بيانات عن بعض القضايا المهمة مثل عمل المرأة غير مدفوع الأجر، أو آثار تغير المناخ على الشعوب الأصلية، أو عندما لا تحرص حكوماتنا على أن تعكس البيانات أنماط عدم المساواة المنتشرة بيننا. يحدث الاستبعاد أيضاً في اختيار كيفية استخدام البيانات، عندما تحجب الحكومات والشركات معلومات مهمة يحتاج إليها الناس للمشاركة في اتخاذ القرارات التي تمسهم، أو عندما تستخدم التكنولوجيات الرقمية والخوارزميات لتصنيف الناس واستبعادهم من الحمايات الاجتماعية. يشكل الاستبعاد من البيانات حاجزاً للملايين في أن يصلوا إلى حقوقهم. الشيء الإيجابي في موضوع جمع البيانات هو أن المجتمعات المحلية تعمل وبإزدهار على تطوير مهاراتها في قياس القضايا التي تهمها، وتطالب الحكومات بإنتاج بيانات عالية الجودة وشاملة وعلى تيسير سبل الوصول إليها. تعرفوا أكثر على سبل جعل حقوق الإنسان مهمة في جمع البيانات.